لنؤدي هذه الفريضة، لم نأتي لأي قصد آخر. لابد من أن يتفرغ الحاج لأداء هذه العبادة وأن يأتي بأركانها الأربعة التي هي الوقوف بعرفة والإحرام، إحرام الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. هذه أربعة أركان لا بد أن يأتي بها الحاج. الحج في اللغة هو القصد، الحج في اللغة القصد، ولا آمين البيت الحرام أي قاصدينه. وشرعا قصد بيت الله الحرام في أوقات مخصوصة لأعمال مخصوصة بنية مخصوصة. قصد بيت الله الحرام تأكيد على النية في مشروعية الحج، وهكذا في كل الأعمال، إنما الأعمال بالنيات. قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص أو في أزمنة مخصوصة أو في أوقات مخصوصة التي هي أشهر الحج إلى بيت الله الحرام. وسيأتينا بعد تفسير هذه الآيات قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. أن تقصد بيت الله الحرام في هذه الأشهر المعلومات اللي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، على خلاف بين الفقهاء سيردنا تفصيله إن شاء الله. والقيد الثاني لأعمال مخصوصة، نحن أتينا للحج لنؤدي هذه الفريضة، لم نأتي لأي قصد آخر. لابد من أن يتفرغ الحاج لأداء هذه العبادة وأن يأتي بأركانها الأربعة التي هي الوقوف بعرفة والإحرام، إحرام الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. هذه أربعة أركان لا بد أن يأتي بها الحاج، لا يتم حجه إلا بها. وهذا الفرق بين الركن والواجب. الركن لا يمكن أن يتم العمل أو العبادة إلا بتحقيقه، أما الواجب فيجبره دم إذا تركه. وأيضا مع الأركان يأتي بالواجبات، وهي السبعة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله، ومنها الإحرام من الميقات المعتبر له، الوقوف بعرفة إلى الغروب، أيضا المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، طواف الوداع، الحلق أو التقصير. هذه سبعة الواجب، مجتنبا المحظورات، المحظورات التسعة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله، ومنها الجماع والطيب وقتل الصيد وتغطية الرأس ولبس المخيط ونحوها، مما سيردنا إن شاء الله في ثنايا درسنا المبارك.